هل نأثم لترك الجمعة؟ إذا كنت تقصد هذه الأيام التي منعنا فيها من صلاة الجمعة لعارض فلا إثم إن شاء الله، أما إن كنت تقصد عموما فطبعا جمعة ركن، الجمعة فرض على كل مسلم بالغ عاقل، على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.